من ضجيج القبور فصرخوا بسرور: المسيح قام، حقا قام، نزل إلى أرضنا ليرفعنا لسماه، مع الخطأ لنحسب مع الخطأ لنحسب مع الأبرار، مات لنحيا نحن وقام ليقيمنا معه. كل فصح مجيد وأنتم بألف خير. وبهذا اليوم المبارك أكيد بعدنا عم نطلع عليكم من محافظة حما، وتحديدا حلقتنا رح تكون من مطرانية الروم الأرثوذكس من كنيسة مار جرجوس. فصح مجيد والمسيح قام، حقا قام. أكيد ليا، اليوم قام السيد المسيح من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. حكاية عيد الفصح بالتقرير التالي لزميلتنا أريج فريزلي. أكيد حننتقل، حننتقل وأكيد نعرف تقرير عن رموز عيد الفصح أكثر، ولكن اليوم بما أنه نحن بحما مثل ما ذكرت من شوي بدنا نرجع نعيد على كل الحموية وعلى كل السوريين، وبدنا نرحب طبعا بأبونا إغناطيوس قالوا أهلا وسهلا فيك أبونا. أهلا المسيح وسهلا فيك. قام، حقا قام، نعاد عليكم، كل عام وانتم بخير. نعاد عليك يا رب، وإن شاء الله لسنين عديدة بالفرح والصحة والسلام، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم بحما. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني أبونا خلينا نحكي اليوم عن خصوصية هذا اليوم أكثر. هلأ بالنسبة لنا بالكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة المسيحية عامة، عيد الفصح بنسميه عيد الأعياد وموسم المواسم، لأنه الحقيقة كل إيماننا المسيحي بيرتكز على هذا الحدث، هو حدث قيامة المسيح من بين الأموات. بيقول بولس الرسول: لو لم يقم المسيح لكان إيماننا باطل وكرازتنا باطلة. من هون بتجي أهمية هي المناسبة اللي هي تعتبر المحور الأساس لحياتنا المسيحية، لحياتنا الإيمانية، لحياتنا حتى الطقسية. يعني نحن بتبلش طقوسنا من اليوم وبتدور سنة كاملة لنرجع للفصح مرة تانية. لهيك هو عيد كتير مهم وكتير مزروع بوجدان الناس، حتى صحيح. شعبيا من خلال العادات والأمور والشيء اللي بيعملوه، يعني المترافق مع هي المواسم. وحقيقة نحن منعيش الفصح ما بس يوم الفصح، من حتى من بداية الصوم، يعني قبل 50 يوم أو قبل شهرين من بداية ما نعيد يعني نوصل للعيد، نحن بنكون بحالة استعداد وتهيئة وتجهيز لهذا اليوم العظيم اللي هو عيد قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات. نعم أبونا، يعني من بعد الصيام أسبوع الآلام مثل ما ذكرت حضرتك مراسم طقوس عديدة بعدنا محافظين عليها، وسنة يمكن كان لحظنا الحلو أنه نستقبل العيد ونشوف مراسم أيضا أسبوع الآلام في مدينة حما. نعم. خلينا نحكي يمكن المحافظة على هي الطقوس، محافظة على مراسم الصلب والجنازة. نعم. وصلاة الهجمة وأيضا يمكن الاحتفال بشكل عام، قد ايه مهم انه اليوم نحن كسوريين وخاصه بمحافظه حما انه نحن نبقى محافظين على هي الطقوس؟ الحقيقه هي الطقوس هي مزروعه بقلوبنا مثل ما قلت، مزروعه بوجداننا، لهيك نحن ما فينا نتخلى عنها، مرتبطه بتاريخنا، مرتبطه بذاكرتنا القديمه، بطفولتنا كلياتنا سوا، بالاجيال اللي سبقتنا والاجيال الطالعه كمان اليوم. نحن باسبوع الالام اللي هو قمة الأحداث الخلاصية الإلهية اللي صارت، عملية الصلب وغسل الأرجل والتأسيس لسر القداس الإلهي، وقبلها بيكون سابقة الشعانين اللي هي عيد دخول الرب يسوع المسيح إلى أورشليم إلى مدينة القدس، وبعدين بتتوالى الأحداث بعد الصلب بيجي الدفن والموت وسبت النور، فيض النور يوم السبت، إلى أن نصل ليوم الفصح العظيم اللي هو يوم قيامة الرب يسوع المسيح وانتصاره على الموت. هلأ ما فينا نحن نتخلى عن هي العادات، ما فينا نتخلى عن هي الطقوس، لأنها بتدل مين نحن.
يعني بتعبر عن هويتنا. صحيح. فطالما هي مزروعة وجزء صارت من حياتنا مستحيل انه نحن نتخلى عنها، اضافة للمعاني الايمانية اللي هي بتعبر عنا. يعني نحن بكل يوم من ايام اسبوع الالام مثلا منعيش حدث معين بكل التفاصيل، بكل التفاصيل منعيشه بقلوبنا، منعيشه بعقولنا، ومنعيشه حتى بحياتنا العادية بعلاقتنا بين بعضنا البعض. لهيك بتلاقوا الكنيسة تحيا بشكل فعلي وجوهري ولا تحيا بالشكل الشكلي أو الظاهري. صحيح. يعني نحن نمارس طقوس بالكنيسة ولكن نعبر عن حياة نحن عم نعيشها، عن مشاعر نحن حاسين فيها، وعن أمور أساسية موجودة بحياتنا الكنسية ما فينا نتخلى عنها. أكيد أبونا، يعني بوسط هذا العالم المليء بالآلام كيف يستطيع اليوم المؤمن أنه يعيش معاني هذا العيد؟ وين ممكن يشوفه؟ طبعا باعتبار أنه عيد الفصح هو عيد انتصار الموت على الحياة، عفوا على الموت، فهو انتصار للسلام. صحيح. لأنه بالأساس المسيح مات لأنه بحبنا، مات ليكرس كل الأمور الحلوة، ليكرس قيم السلام، كرس قيم المحبة والتسامح والمغفرة والعطاء وعمل الخير والإحساس بالآخر، الإحساس بالمحتاج، بالمريض، بالفقير. هذا الموضوع جدا مهم بالنسبة لنا. إذا ما بدنا نعيش مثل ما قلت من شوي، ما بدنا نعيش هاي الأحداث من جوا، بتكون الأمور عندنا مجرد حفلة شكلية ظاهرية. صحيح. أما هو المطلوب أنه نحن نحيا هاي الأحداث ونعيشها بكل تفاصيلها مثل ما قلت. لهيك ضروري أنه نحن ناخد من الرب يسوع المسيح المصلوب والمتألم والمدفون والقائم من بين الأموات، ناخد منه قيم المحبة والسلام والمسامحة. وربنا كمان أكد على أنه إذا أنا بدي أعمل خير، إذا أنا بدي أعبر عن محبتي، فهذا التعبير بيكون تجاه الآخر. لما بيقول لهم بالإنجيل كنت عطشانا فسقيتموني، جائعا فأطعمتموني، عريانا فكسيتموني إلى آخره، بيسألوه أيمت صار معك هيك ونحن عملنا أو ما عملنا، بيقول لهم كل من فعل ذلك بأحد إخوة الصغار فبيفعل. يعني أنا إذا مؤمن حقيقة بدي أعبر عن إيماني بأخي، بدي أحبه، بدي سامحه، بدي ساعده، بدي عينه، بدي أشعر بآلامه، بدي أفرح لفرحه، شاركه بحزنه وشاركه بأفراحه، وإلا بيكون إيماني مجرد موضوع شكلي ما له قيمة، ظاهري، يعني قشور خالية من الحياة. وهذا عكس الشيء المطلوب مننا نحن، أنه نكون معززين لقيم السلام والمحبة والتسامح، وخاصة ببلدنا معروف نحن عن سوريا أنه نحن منعيش هاي القيم عفوا تاريخيا، تاريخيا. ويمكن أكثر بجوز أنا منحاز شوي لحما، بحما منحسها، يعني نحن كثير متآلفين وكثير متحابين. صحيح. محبة وكثير نشعر ببعضنا البعض، منحس بأعياد بعضنا البعض، بأسوان بعضنا البعض، وبأحزان بعضنا البعض. لهيك نشكر الله يمكن بحما عم نشعر بهالمواسم المباركة بشكل كتير حيوي وكتير قوي وكتير حلو. نعم، إن شاء الله هيك من جديد ينعاد على كل الحموية وعلى كل السوريين بألف خير. آمين. يا رب. أبونا خلينا نحكي بنقطة، اليوم الكنيسة بحما كيف عم تضل محافظة وحاضنة أبنائها، يعني وخاصة بفترة الأعياد؟ ما شاء الله مبارح العجقة كانت واصلة لوين وين. قديش وجود أبناء وخاصة أجيال، يمكن مع أجيال صغيرة وكبار وشباب كلهم عم يكونوا موجودين بهي الصلاة، اليوم احتضان الكنيسة لأبنائها وخاصة أنه ظروف صعبة عم يمرق فيها البلد، قديش دور الكنيسة مهم؟ طبعا بظل الظروف اللي نحن عم نمر فيها أحوج ما نكون نحن لملجأ، أحوج ما نكون لحضن يحتضننا ويشعر فينا ويحس فينا، وما في أكثر من الكنيسة تقدر تقوم بهذا الدور. تاريخيا طول عمر الكنيسة هي الملجأ وهي الحاضن لأولادها،
واحيانا نحن تاخذنا ظروف الحياه او العمل خلال السنه بتخلينا نبعد شوي، ولكن بهي المواسم بهي الاعياد ما عندنا اي حدا يكون بعيد عن الكنيسه، يعني هن بيجوا من قلبهم، بيجوا من كل مشاعرهم، بيحبوا انه يعيشوا بالكنيسه هي الطقوس وهي المواسم لحظه بلحظه ويوم بيوم. لهيك بتلاقيهم مندفعين من موضوع التنظيف لموضوع الترتيب الكنيسه لموضوع التزيين. وعلى فكره التزيين نحن بياخد عنا وقت طويل لانه باسبوع الالام كل يوم عنا نوع من انواع الزينه بتعبر عن الحدث اللي بدنا نعيشه بهذا اليوم. لهيك شبابنا مشكورين وصبايانا يعني انه عم نلاقيهم حوالينا بيعينونا بيساعدونا ما بيتركونا وعم بيقدموا كل الخدمات. والحقيقه نحن بنشعر بالعيد اكثر وقت بنحس هذا الجيل الشباب يعني والصبايا كيف هن ملتفين حول الكنيسه، وهذا موضوع جدا مهم خاصه بهالايام الصعبه اللي احيانا يمكن بتاخذنا امواج الاضطرابات والازمات والمصاعب اللي بنتعرض لها. فالشباب نشكر الله ملتفين حول كنيستهم عم بيعيشوا هي الأحداث الخلاصية وشاعرين. أنا هيك بشوف من خلال احتكاكي فيهم يعني حاسين بالفرح والسعادة بقلب الكنيسة ضمن هي الأعياد ضمن هي المواسم أكثر من الوسط الخارجي اللي مليان بالصعوبات والتحديات والأزمات والمخاطر اللي اليوم بتهدد الشباب والصبايا. فأنا بستغل هي الفرصة لحتى أشكرهم كلهم لهم يعطيكم العافية على الشيء اللي قدموه والله يقويهم ويخلينا ياهم لأن هن مستقبل الكنيسة. صحيح. نحن بنشوف مستقبلنا فيهم هن. صحيح. أبونا خلينا نحكي عن رسالة اليوم اللي بيحملها عيد الفصح للسوريين، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة تمنينا القيامة لسوريا من ونصرة على الإرهاب، وبنعرف نحن بسوريا يعني ليا ما له موضوع دعائي، عن جد في حالة من السلام والتعايش بتعيشها أحياء سوريا، ذكرنا حما ولكن يطبق على كافة المحافظات، خلينا نحكي عن الرسالة اليوم اللي بيحملها هذا العيد للسوريين. باعتبار عيد الفصح هو انتصار للحياة على الموت وانتصار للخير على الشر وانتصار للعدل على الظلم، إذا هو انتصار للأمل على اليأس وانتصار للسلام على الاضطراب. نحن اليوم كلياتنا ثقة إنه ربنا عم يعتني فينا وربنا ما نتاركنا وما نتارك هالبلد وعم يرعانا ويعتني فينا. ونحن اليوم مع تجديد قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات أكيد منجدد الأمل والرجاء. ونحن مسيحية لما منقول رجاء يعني ما هو التمني، الرجاء يعني الثقة بالشيء الأكيد اللي رح يحصل حتما. فنحن هالشعب الطيب الشعب المحب هالإلفة اللي نحن نتميز فيها بسوريا حقيقة، وهذا ما هو كلام يعني لا إعلامي ولا دعائي، اللي بيحب واللي شاف ويلتمس هذا الشيء وين ما كان بسوريا. نحن منحب بعضنا، عايشين عيلة وحدة، عايشين متآلفين متجانسين متآخين، هي قيم الأصالة والإخوة والمحبة الموجودة بين أبناء الشعب السوري، هي بتخلينا كلنا ثقة انه هالأزمة رح تكون عابرة بإذن الله. صح هي صعبة، صح هي تركت آثار يمكن مؤلمة على كل واحد مننا، ما كنا نتمنى انه تصير، اما وانه صارت فنحن كلياتنا رجاء وكلياتنا امل وكلياتنا ثقة انه سوريا قائمة قائمة لا محالة من وحل هالأزمة من وحل هالضيقة اللي هي عم بتعيش فيها، بهمتنا بمحبتنا لبعضنا البعض بألفتنا بتعاضدنا. نحن رح نكون ايد وحده وعيله وحده بهذا البلد، وسوريا قائمه لا محاله
ورجعانه تشرق من جديد كما اشرق الرب يسوع المسيح من القبر في اليوم الثالث. يا رب اكيد ان شاء الله يا رب اكيد، وبنرجع بنقول ينعاد على كل السوريين. امين يا ابونا رب. يعني كثير بدنا نشكرك ابونا اغناطيوس قالوا شكرا كثير، شكرا لاستضافتكم اليوم لنا بهيدي الكنيسه وبحما خاصه. انا بتشكر القناه الاخباريه السوريه، بتشكركم انتم تعبتوا معنا وعطيتونا من وقتكم، والشكر الجزيل كمان للعاملين من وراء الكواليس. أكيد أكيد كل الشكر لهم فردا فردا، ويعطيكم العافية أنه سمحتونا ننقل فرحنا وننقل عيشنا لهي الأحداث اللي احنا عم نعيشها للمشاهدين الكرام، لكل شعبنا السوري اللي أنا اليوم من هي القناة المحترمة والمحبوبة بقول لكل فرد من أفراد الشعب السوري كل عام وأنتم بخير والمسيح قام ونحن لابد رايحين لأيام أحلى وأحلى وأحلى ينعاد عليكم. شكرا كثير عليك، طول بعمرك أبونا. الله يخليكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك، ينعاد عليك يا الله رب. يخليكم. لا يمكن التقرير صار جاهز، هلأ صار فينا نتعرف على حكاية عيد الفصح والتقرير التالي.